خلاص يا جدعان بقى ان شاء الله باذن الله باذن الله كله كده خد يلا يا عربي يا بالعربي انت جاي يا فنان تعالى بس يا استاذ هنا محدش ياخد ورايا بعد اذنكم محدش ياخد ورايا يا جدعان بعد اذنكم كله اشتغل محدش يا جدعان ياخد ورايا بعد اذنكم اوعى اوعى حد يزقني ثواني طب يا جدعان محدش ياخد ورايا بعد مش احنا طالعين لايف طيب طالعين لايف يا جماعه طب يعني انا عايز اهو يا جماعه ده خالص عشان هو ما يتاذيش في شغله انا مش عارف انا في ايه خلاص يا جدعان كله خد وانا ما خدتش انت مش كل واحد قاعد يقول لي ايدي وبتاع يا جدعان محدش ياخد ورايا انت لو كلمه منك جدا هنصور خلاص حقك عليا طب ماشي يلا يلا لو عندك اهلا بيك معانا منور الدنيا يا علو مستفز قوي يا ام لفه والله انت مستفز قوي يا جدعان ايه ده احنا ما نعرفش ايه ده اتعمل عدل معانا اللي اتعمل معاك ايه هي كانت ست جميله والشعب المصري كله حزين عليها ان هي برضو كانت دايما هو عشان جايبه هنا وبشوش يعني نازل يا نازل عزام شويه جميله جدا جدا وخيره كمان كان حتى بيجي من الضيف عيد اضحى في جاي يعني طبعا يا عبد الرحمن كل مكان يا فنان فيك عبد الحميد ده شريف عادل امام كان ناس كتير بتتكلم عن غياب النجوم في عزاء ان انا شايف شريف نسيت النص بص بس اقول لك حاجه اقول لك حاجه يعني دلوقتي ممكن تلاقي رامي ومحمد جايين لك استاذ عادل امام برضه ايه السكيلت وزيوت وبعدين ممكن تعبان بتاع ما يقدرش يلم لكن ممكن بقى يجي تلاقي الاستاذ رامي دلوقتي ولا الاستاذ محمد كمل مكانه شايف الراجل ده مسالتك لا 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 استاذ رامي لا لا والله واجد احنا مسلمين كده ايه جايين لا لا هم صحابات واجد جدا اي عزا بيجي عايز اتكلم بقى عن ايه الظواهر في الايام اللي فاتت وشغلك مع الزعيم وهو معاقه صحيه لا 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 مين قالك هو زي لا 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 مكدبين هو زي الفل وقاعد بس بقول لك حاجه هو خمس سنه بيشتغل ايه يا جدعان في الشنطه؟ انا عن نفسي شغال بقالي 50 سنه في الوسط 50 سنه انا كنت شغال في الجريده الجمهوريه وكان الميديا من العماد الدين والمكاتب وكنت بشتغل معاهم بقالي 50 سنه اشتغلت مع نجوم المصريين احمد باشا وفاروق الشاوي وده ادوار برضه ثانويه كده بس قلت لا يعني استاذ عادل تتواصل معايا تتكلم معايا دايما بتبقى رسالتك رسالته ليه رهيبه لا والله بص اقول لك حاجه عشان ابدا احسن ليا صريح احد حاجه شفت اتواصلت معاه كان مسلسل من انا عامل في المسلسل وشوف برضه اتصلت يا سيد يرجع ليك لورا ارجع ليك لورا بيقول لك ايه على مدى الشبه الكبير اللي بينك وبين لا 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 يعني بقول لحضرتك حاجه انا في المسرح في الزعيم مسرح الزعيم انا كنت الحرس بتاعه الله يحسن يعني الزعيم انا اول مره اشوف عادل امام اعواد جنب كده انا ما كنتش اقول انا جنب الزعيم الاول بس بدل وبعد كده خدت عليه وبعدين جينا بقى مسحبت جارد كنت كبرت شويه وغيرت بالشكل ايه بالشكل الناس ده الطواليس اللي راقصين يجروا بتاع حاجات زي كده فخدت الشبه يعني مش هتبقى نجم مصري يعني. طب النجوم بيقول لك ايه على مدى الشبه الكبير اللي بينك وبين الزعيم عادل امام؟ لا بص ما فيش شبه دي اصل يعني اصل الاستاذ عادل ده قيمه وقامه مش معلش يعني انا مش هاجي زيه يعني ده ممكن اكون شبه شويه يعني لكن مش هو مش هو الشبه بتاع عادل امام. عندنا صوره ولا لا انا هوريك حاجه ان انا يعني مثلا جت الايام جت اليوم ان انا عملت اعلان الزعيم عايزين نعرف سؤال الكاميرا بعد اذن الناس انا مش عايز حد ياخد ورايا والله انا عملت انا نفس البدله ونفس ال تمام خدت يعني عملت نفس بس انا كنت خايف ان يحصل حاجه يعني ان انا بس هدول حاجه اللي مش هجيب سيرته الحمد لله مين ده الناس في الشارع بتقول كده لا لا مش بيجوا استاذ عادي بقول لهم يا جماعه مش عارف حتى لما بطلع ضيف بقول لهم يا جماعه مش عارف معايا؟ طبعا
مشاهدين متابعين مباشر مصر في مواقع المصري الاول، زي ما حضراتكم شفتوا يعني شبيه عادل امام هنا متواجد لتقديم ورد العزاء، طبعا بيكشف عن اخر اللحظات في حلم شيرين من سيف النص، طبعا وعلاقته القويه بالفنان عادل امام، طبعا مثل معاه في مسرحيه بودي جارد، ومعظم الاعمال برضو كان الدوبلير بتاع عادل امام. سيبنا الكلام ده كله، روح لشيرين عادل امام، فين بقى هو؟ روح لشيرين عادل امام، حطيت على بص انا اصلا ما حسيتش كده مين معاك، قلت جبتها، وقعد بقى بيها ومسابته تاني، قال انت لقيت كده ولا شيرين؟ ده تليفونه كان في بق الشيخ. انا جيت معاكم من وراه، سيبت لكم جريء. ما تقولش بتجري شيرين. انت يا ابني قوم الترند اللي فاضل ده كله، لا بتتكلم يعني انت ليه ما خدتش الشريحه انت عايز تعمل كده